ونستهل بإذن الله شرح جزء من العمدة وهو كتاب الصيام في هذه الدورة بإذن الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الصيام: نعم، يجب صيام، نعم، رمضان على كل مسلم، نعم، بالغ. قال رحمه الله كتاب الصيام، كتاب يعني مكتوب، فهو فاعل بمعنى فهو مصدر بمعنى مكتوب. تقول كتب كتابا وكتبا، أي جمع فيه مسائل عدة. والصيام في اللغة هو الإمساك، وفي الشرع الإمساك بنية من شخص مخصوص في زمن مخصوص لأمر مخصوص. ومدار الصيام على أمرين في الترك، وهو ترك الأكل والشرب وترك الجماع. لذلك في اللغة هو الإمساك، تمسك عن هذا وهذا. ومنع من الأمرين السابقين لكونهما هي لذة الإنسان، فالأكل والطعام غذاء لكنه أيضا متعة. لذلك قال سبحانه: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا. والوط أيضا هو متعة، كما قال سبحانه: فما استمتعتم به منهن. ولا يصح الصيام إلا بنية، فلو أن شخصا أمسك عن الطعام والشراب والوط لمرض فيه لا لنية التعبد، لا يصح منه هذا الصوم. وما قولنا من شخص مخصوص في زمن مخصوص، فقول من شخص مخصوص سيأتي إن شاء الله في أول مطلع ما ذكر المصنف. في زمن مخصوص كما قال سبحانه: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل، أي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والصيام دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. فما الكتاب؟ قوله سبحانه: والذين كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وقال سبحانه: فمن شهد منكم الشهر فليصم. ودلت عليه السنة من قول النبي صلى الله عليه وسلم، كقوله عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. وكقوله ومن فعله عليه الصلاة والسلام أنه صام 9 رمضانات إذ فرض في السنة الثانية من الهجرة بالإجماع. وكان الصيام معروفا حتى على من قبلنا من الأمم السالفة، لحاجة الإنسان إليه الدينية لنقوي ما بينك وبين الله، ولحاجة الإنسان إليه الجسدية الصحية. قال سبحانه: يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وكان الجاهلية يصومون عاشوراء. قالت الربيع بنت معوذ رضي الله عنها: طاف بنا طائف من النبي صلى الله عليه وسلم في قرى الأنصار وقال: إن الله يأمركم أن تصوموا عاشوراء، فمن أفطر صائما فليمسك، ومن كان صائما فليصم. رواه البخاري. وكانت اليهود أيضا تصوم عاشوراء كما في صحيح مسلم. وفي السنة الأخيرة
أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم في الصوم، فأمر بأن نصوم يوما قبله كما قال صومنا التاسع. ولكن صفة صيام من قبلنا تختلف، لكن صيام هذه الأمة لا شك أكمل وأعظم، لأنها هي الأمة الكاملة في تشريعاتها. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالحكمة من الصوم هي تقوى الله، لأن جميع أعمال الجوارح من أجل إصلاح القلب، فالصلاة من أجل القلب أن يصلح، الكلم الطيب من أجل أن يصلح القلب، وكذلك الإنفاق من أجل صلاح القلب، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، تزكي القلب وتزكي أيضا المال، لكن المقصود زكاة القلب كما قال سبحانه قد أفلح من زكاها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وتلاوة القرآن من أجل إصلاح القلب، ولذا الصيام من أجل إصلاح القلب. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لماذا؟ لعلكم تتقون.